إنعاش القطاع السياحي والترويج للجزائر كوجهة سياحية بامتياز، استراتيجية تتطلب رقمنة القطاع كخطوة فعالة لتحقيق ذلك، وهو ما تجسد فعليا بإطلاق منصة مسارات الجزائر السياحية، بوابة إلكترونية تسمح للسياح باختيار وجهاتهم السياحية حسب اهتماماتهم وإمكانياتهم. إن بوابة مسارات الجزائر السياحية تعد منتجا سياحيا في حد ذاته، حيث تختصر الطريق أمام السياح على اختلاف مشاربهم في اختيار الوجهة والمسار الذي يلائمهم. لقد تم الإطلاق التجريبي للنسخة الأولى للبوابة في شهر مارس الماضي ب 281 مسار سياحي موضوعاتي، ليشهد ارتفاعا تدريجيا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بإحصاء 377 مسار سياحي موضوعاتي، وهو عدد يفوق الأهداف المسطرة والذي كان 365 مسار. كما بلغ عدد المواقع السياحية شهر جوان الحالي 1123 موقع. إلى جانب بوابة مسارات الجزائر الإلكترونية، التعاون بين الجزائر والمنظمة العالمية للسياحة أثمر بوضع استراتيجية تسويق وجهة الجزائر ومشروع دليل الاستثمار السياحي في الجزائر لحاملي المشاريع السياحية الأجانب. مشروع دليل الاستثمار السياحي في الجزائر الذي هو في الرتوشات الأخيرة ويبقى قيد الدراسة والتمحيص ليتطابق مع قانون الاستثمار الجزائري الجديد، حيث أكد السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على ضمان استقرار أي الاستثمار لمدة تفوق العشر سنوات على الأقل، وهذا ما من شأنه أن يحرر روح المبادرة للمستثمرين من داخل وخارج الوطن. سنعمل على وضع استراتيجية لجعل الجزائر وجهة سياحية، لدينا رؤية واضحة وسنتبع خطوات لتحقيق ذلك، خاصة وأن الجزائر بلد يمتاز بتنوع طبيعته وثقافته. التزام الحكومة بتنفيذ مخطط وجهة الجزائر من شأنه أن ينعش قطاع السياحة وترقيته ليصبح ركيزة اقتصادية يعول عليها خارج قطاع المحروقات.